انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أطلق عليها تحدي اليد الحمراء، يقوم فيها الأشخاص بصبغ أيديهم باللون الأحمر تضامنا مع قصة فتاة هي في العاشرة من عمرها تعاني من مرض نادر. لين أصابها المرض فجأة ولم يستطع أحد من الأطباء تشخيصه، مما دفع والديها للسفر والعلاج. وبعد عودتها لدبي قررت نشر توعية في البلدان العربية. تحدي اليد الحمراء كان فكرة لين، وقد نشرته والدتها على إنستغرام ولقى صدى كبيرا وتعاطفا من الكثيرين الذين دعموا لين عبر نشرهم صورا لأيديهم مطلية باللون الأحمر. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الطفلة لين غزيري ووالدتها يمنى غزيري. أهلا بكما. صباح الفل. ليه حلوة أنت غزيري؟ ليه أنت حلوة كثير؟ طيب خليني أقول لين بداية، خليني أفهم ما هو هذا المرض اللي أنت قاعد تعاني منه. أولا أنت شجاعة، فإيدي وإجري ووجهي بيحمروا وبيحرقوني. بيحرقون؟ بيألموك كثير؟ طيب قد ايه صار لك بهذا المرض؟ صار لي سنتين. طيب اشرح لنا أكثر عن هذا المرض النادر وكيف تتعامل معه؟ هلا لين كان عمرها 8 سنين لما أصابها المرض فجأة، يعني نامت وفقت كان عندها وجع مؤلم وكان عندها احمرار بإيديها وإجريها. طبعا أخذناها عند كثير أطباء ومستشفيات وما حدا عارف شو هالعوارض، فانتظرنا يعني وقت طويل لحد ما هي خلص بطلت تقدر تمشي، بطلت تقدر تاكل ولا تنام ولا تمارس حياتها من الألم. طبيعي من الألم، فهي كانت كل الوقت تقول لي إنه في نار بإيدي، في نار بإجري، حتى وجهها يحمر ويصير بتصير حرارة جلدها حوالي 50 درجة. فطبعا هالشي أثر عليها كتير وما في حدا قدر يساعدنا، فسافرنا وفتشنا، انتظرنا حوالي 6 أشهر للاقينا طبيب مختص بيقدر يعرف بهالحالة، وخبرنا انه هيدا مرض نادر كتير بيصيب الصغار وبيصيب الكبار. في عدة أسباب لإله، في سبب جيني وفي سبب سنوي بيجي بسبب أمراض تانية، بس لين حالتها لا جينية ولا بسبب أمراض تانية. فلين حالتها نادرة كتير فجأة ما بنعرف شو السبب، وإلى سنتين عايشة بهالوجع يوميا صباح وظهر وعشية. عادة الأهل لربما أول ما يشوفون أطراف أبنائهم إذا صارت حمل يروحون دائما إلى الحساسية. صحيح، نحن رحنا عند طبيب حساسية وعملنا كل الفحوصات اللازمة. هي ما عندها حساسية، هي أصلا حتى إذا ما ببين أنها عندها حساسية، ببين أنه الدم عم يمشي وببين أنه مجمع وأحمر وبتنفخ الإيد وتصير حرارتها كتير يعني مرتفعة، يعني هي ممكن تحول المي الباردة لمي سخنة إذا حطت إيدها فيها. طول الوقت في شعور بالألم ولا يعني ممكن نقول نوبات؟ هلأ هو بيجي نوبات قوية، بس هو كل الوقت في عندها شعور بالألم لأنه هيدا مأثر على جهاز العصبي تبع الجسم عندها. فهي بتحس كل الوقت في مثل إبر أو زجاج بإيديها وبإجريها. فيش مسكنات تنفع مع الحالة؟ هلأ المسكنات ما بتنفع لأنه هو ألم كتير قوي، ولما بتجي النوبة القوية طبعا ما في ولا مسكن ولا حتى المورفين يعني بخفف الوجع. أنا بدي أسألك، أنت بتنبسطي لما تشوفي الناس صبغين إيدهم حمراء ويتفاعلوا معاكي؟ كتير. إيه؟ طيب شو شعورك أول ما شفتيها؟ هي الفكرة من عندك ولا من عند ماما؟ من عندي. أنت طيب قولي لي كيف إجت لك الفكرة؟ كنا عم نفكر شو بدنا نعمل للعالم يعرفوا أكثر عنه، لأنه ما كتير عالم بيعرفوا عنه. طلعت بالفكرة انه نلون ايدينا احمر لانه ما فينا نعوز نار، لانه يعني طيب انا خليني شوفي الكاميرا هذيك، ارفعي ايدك وخلي الناس يشاركوا معك. انا شاركت الان. انا كمان. علي كفك وقولي لهم يشاركوا معك. Take the red hand challenge. اذا خلوا هذه دعوة للمشاركة والتحدي ليشاركوا معك، صح؟ طيب لين احكي لنا اكثر، يعني انت بتقضي يومك ازاي؟ انت ما بتروحيش المدرسه دلوقتي صح؟ لا. طيب بتعملي ايه في البيت؟ بتتاقلمي مع المرض ازاي؟ فبحب اقرا وبحب
بغني، لأنه لما طلع لي المرض ما بقى في إثاري. قبل ما طلع لي المرض كنت بحب أرقص بالي، وكنت كنت عامل رياضة، كنت بعمل رياضة فيها بعد المرض لأنه إجريا بيوجعوها. بس تقدر تغني دلوقتي، غني لنا يلا لين. مش أنت بتحبي تغني؟ شو بتغني؟ عربي ولا إنجليزي؟ إنجليزي. يلا سامعيني، مين بتحبي؟ كلاسيكال ميوزك. يلا ظهري. There is a castle on a cloud. I'd like to go there in my sleep. On any floors for me to sleep. Not in my castle on a cloud. There is a room that's full of toys. There are boys and girls, aren't any floors for me to sleep, not in my castle on a cloud. حلو صوتها ما شاء الله عنها. الفخورة بشجاعة بنتك؟ طبعا، يعني لأنه هي اللي عم بتواجهه، حتى الكبار ما بيقدروا يتحملوه، فهي كتير شجاعة. هي لتقوم كل يوم وتواجه نهارها وتواجه كل هالألم بهالقد إيجابية وبهالضحكة اللي ما بتفرق وجهها. يعني هي طلعت بهالشعار إنه fighting rare disease with a smile، هي عم بتحارب الألم بالبسمة، وهي عم تعطينا القوة لإلي أنا شخصيا، عم باخذ قوتي منها طبعاً. وعم تعطي حتى الأمل لغيرها اللي عم بحاربوا نفس هالمرض. يعني نحن بنعرف ناس بأمريكا وبأوروبا عندهم هالمرض، بيشاركوكي التجربة، بيبعتولك بيقولولك طبعاً. أنا يومياً عندي رسائل يومية، ولين بتساعدني بدعمهم وبتعطيهم أفكار كيف ممكن يعني يتخطوا هالوجع وكيف ما يفكروا فيه ويكونوا أقوى من هالألم. فطبعاً هي مصدر فخر لإلي ولبيا أكيد. الدموع اللي في عينك هي دموع فخر وليس طبعاً حزن. لا لا، أنا فخرة فيها، بتأثر دايماً بس اسمع صوتها بفوت لجوا قلبي. أكيد علميني. أنا عندي 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 علميني تغني؟ لا أنا ما صوتي مش حلو اليوم، مريض. بس علميني كيف تواجهين هذا المرض، كيف جت لك هذه الشجاعة؟ لانه انا عندي مشاكل بس ما مش قادره اواجهها. يعني قولي له شو قال لك الحكيم ورفضتي؟ قال لي الحكيم انه في ضنه بالمستشفى وجرب دواء يلي يعني بركي بيمشي وبركي لا. قلت لا، قلت لا، بدي ارجع، بدي اجرب ارجع ادرس، وبدي بدي عيش عادي. بدي عيش عادي، ما بدها تضلها بالمستشفى. هي رفضت تضل على المسكنات، تضل نايمه. فهي رفضت هالشيء، قالت له لا انا بدي ارجع عيش حياتي عادي. انتم متوقعين ايه في الفتره الجايه؟ يعني نحن اذا زاد التوعيه بهالموضوع ممكن الابحاث تقدر تشتغل على الموضوع وتلاقي لنا علاج. هو لانه نادر والعالم والاطباء ما بيعرفوا فيه، ما في علاج كفايه له. يعني ما في ابحاث لحتى تلاقي علاج. انا بدي بوس ايدك. كثير بهمنا انه نعرف اذا في حالات غير لين، لانه هي الحاله الوحيده اللي بالعالم العربي اللي بنعرف فيها، هي المسجله الوحيده، هي الحاله الوحيده المسجله على الخريطه، هي الوحيده. فاذا في غيره عنده هالاعراض نحن بنحب نتواصل معهم، نساعدهم، حتى الاطباء نساعدهم انه يشخصوا هالمرض، لانه نحن اضطرينا نسافر وننطر اشهر طويله. في العالم العربي ما في معلومات عن هذا المرض. لا. وين لقيت العلاج اكثر شيء؟ نحن بامريكا. بامريكا نحن حتى تشخيص لين اجى من امريكا. في مجتمعات على السوشيال ميديا، في على فيسبوك في سبورت جروب، وفي كمان عدد من الاطفال بالعالم، يعني هن بينعدوا يمكن هن 20 30 ولد مش اكثر بالعالم ككل عندهم هالحاله. لين شكرا جزيلا، علمتينا كثير اليوم انت. شكرا. احنا بنتعلم منك. شكرا جزيلا للين غزيري ووالدتها يمنى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.